المباراة الآن أمامية على فريق أولمبيك خريبكا، وبالتالي لم يضيع فرصة الاستقبال، في حين الوداد فشلت في العودة بثلاث نقاط من مدينة أكادير. لحد الآن مرة أخرى للمباركي، المباركي خطيرة هذه المحاولة. باسون كذلك الآن في وسط الميدان، كرة أمامية في صلاح الدين، هجمة لفريق من كل من اللاعب طارق أو الحارس الثاني طارق أو طاح الثاني، يمكن هذه الرياح أنها تحول لصالح فريق شباب الريف الحسيمي. فريق شباب الريف الحسيمي يمكن أن نعتبره من، سنتابع الآن ضربة خطأ. المسغودي لمغالطة، فيها العديد من الخيارات وقطع الغيار التي يمكن أن تقلب موازين أي مقابلة. سنتابع الآن ضربة خطأ. شباب الريف الحسيمي عالية خطيرة، والهدف الثالث. جميع مكونات الفريق، ولكن أكيد بأنه فريق أولمبيك أسفي الآن يخضع لعملية تشبيب، يخضع كذلك لإعطاء جيل. محاولة خطيرة، محاولة خطيرة وهدف، ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود بكم إلى مدينة أسفي، أولمبيك أسفي العودة في نتيجة الجزء. بالتالي أحد كان من الأندية المغربية. إذن الهدف الثاني لفريق شباب الريف الحسيمي، سجله اللاعب المسغودي لمغالطة وخلق الارتباك للحارس يونس أرميني، لحق التغيير الوحيد، في حين كما قلت النتيجة كانت قاسية وقاسية. كرة أمامية، يوسف باسور يحصل على ضربة خطأ. لاعب يوسف باسور يعني خروج يوسف باسور لاعب الرجاء في فترة إعارة الفريق شباب الريف الحسيمي، ودخول كريم اليوسفي العائد من إصابة. الاستراحة الأخير في جعبة فريق شباب الريف الحسيمي، إسماعيل كبديل لفؤاد الطلحة. غير العماد أمغري، أمغري غير كما سنتابع للجهة اليمنى. تابعونا التفاخري، استغلال واستقبال جيد للكرة، غير لعماد أمغري، عماد أمغري راوغ، عاد الكرة التفاخري، التفاخري راوغ وترك الكرة الصقرة أمام عمر ديوب. النتيجة على حالها تعني بقاء الوداد والجيش في صدارة الترتيب ب 26 نقطة، بنقطة واحدة عن فريق الرجاء 25 نقطة، وشباب الريف سيرتقي مراتب عدة. يوسف بالصور، يوسف بالصور، خالد العسكري، يوسف بالصور، هذه الكرة يحصل على ضربة خطأ خالد العسكري. ضربة خطأ لصالح حارس مرمى
الرجاء خالد العسكري ويحصل على انذار. حكام المباراة مهما كان الأمر، سبق وأن أعلن حكم المساعد عن ضربة خطأ لصالح خالد العسكري. لا أدري، جاء عماد أمغار، عماد أمغار قدم لقاء جيد، يوسف الصور، يوسف الصور لعماد أمغار، جميلة الكرة، هجمة لفريق شباب الريف، عصابة البركي، الصور خطيرة كرة، تسديدة قوية يوسف الصور، يتدخل بين رجاء ستنفذ الكرة بسرعة في اتجاه يوسف الصور، يحصل الكرة، يحصل الكرة، تمرر الكرة لي